هتافات تزيد من حماسة الجمهور واللاعبين، ويبث الإدرينالين في أجساد المشاهدين، نداءات وأمنيات بالفوز، واستنفار في الملعب ترقباً لإحراز هدف. فما الذي يمكن أن يعكر سعادة الجموع التي فاز فريقها للتو؟ سلوك غير منضبط مع استفزاز للطرف الآخر يمكن أن تجعل الأوضاع تسوء، وتجعل من كل أفراح اللعب والتنافس أن تتحول إلى مأساة إنسانية، لدرجة النزول للملعب وضرب المنافسين وهدم كل ما هو موجود أمامهم في أبشع صورة من صور التعصب الرياضي. حوادث كثيرة متكررة راح ضحيتها مئات الأشخاص ممن ذهبوا لرؤية فريقهم المفضل وتشجيعه في مباراة عادلة، إلا أن هناك دائماً من يزرع الفتنة ويبدأ بهتافات مسيئة لجمهور الفريق الآخر، لتبدأ حرب اللسان والشتائم وتنتهي بدخول البعض للمستشفى أو حتى للمشرحة، ويمكن أن تصل حتى لمقاطعة دبلوماسية بين البلدان. التشجيع بحد ذاته ليس المشكلة، فرياضة ككرة القدم تحتاج إلى جمهور متحمس ومنفعل، لكن فرط الحماسة وعنصرية البعض قد يجعل الإنسان يتصرف بطريقة مشينة تجاه الآخرين، ويفقد كامل الاحترام لنفسه ولمن حوله لمجرد أنه يرى أن فريقه يخسر المباراة، ولظنه أن الحكام داخل الملعب يقفون مع الفريق الثاني، فتبدأ أفكار الارتياب تسيطر على عقولهم وتدفع بهم إلى العنف، ناسين الروح الرياضية التي يجب أن يتحلوا بها لجعل هذه الرياضة ممتعة ومسلية. الرياضة هي واحدة من أساليب الترفيه التي يمكن أن تجمع الشعوب بجميع اختلافاتها بملعب واحد، ونحن فقط من بإمكاننا نقل صورة سواء كانت صحيحة أم خاطئة عن أخلاقنا، وذلك بمعرفة وتقبل الاختلاف ومحاولة إيجاد طرق صحيحة للتواصل والتشجيع بعيداً عن أي طريق للفتنة.